صباحك خير ومحبة يا وطني. وبشكل سريع حبتنا لنذهب مع الزميلة أروى الزعبي لمشاهدة تقرير وإلى أمانة عمان الكبرى يعنى بالعمل الثقافي، مشروع ثقافي يعنى بالأطفال. أكيد تقرير نوعي مع الزميلة أروى الزعبي، لنذهب ونشاهد التقرير ونواصل معكم. إحنا اليوم في ورشة لتعليم الفنون للأطفال تتعلق بفن الفسيفساء. هاي الورشة هي ضمن مشروع كبير للتنمية الثقافية في مجتمع المدينة لفئة الأطفال. هذا المشروع مستمر من العام 2010 وحتى عام 2016 العام الحالي. تضمن هذا المشروع حوالي 400 ورشة في مختلف أنواع تعليم الفنون، سواء المسرح أو الحرف اليدوية أو حتى الأمور المتعلقة بالكتابة الإبداعية زي كتابة القصة وما إلى ذلك. شارك في هذا المشروع حتى الآن حوالي 12 ألف طفل على مدار 6 سنوات بالتعاون مع مختلف المدارس في عمان، المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، وتم تنفيذه من خلال المرافق الثقافية التابعة لمديرية الثقافة في أمانة عمان الكبرى، بخاصة الحدائق الثقافية في فصول الصيف بننفذ هذه النشاطات في الفضاء المفتوح، وفي أيام الشتاء بننفذها في المراكز والقاعات التابعة للأمانة. هذا المشروع يستهدف استعمال التعليم الحرف اليدوية والفنية والنشاطات الفنية المختلفة للأطفال من أجل الارتقاء بمنظومة القيم السلوكية والمعرفية لهذه الفئة العمرية. المشروع الموجه لهذه الفئة العمرية الفتيان والفتيات من سن 10 إلى 16 سنة فاز بجائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع. يعني هذا تقدير كبير لهذا المشروع اللي يعني استطاع أن يخدم هاي الفئة العمرية على مدار السنوات الماضية ويقدم ما يعزز منظومة القيم السلوكية لديها، بخاصة في مجالات تتعلق باحترام القانون وحماية الممتلكات العامة والتعامل مع الفضاء العام باعتباره ملك إلنا جميعا، أيضا احترام الرأي الآخر في المدينة واحترام التنوع والتعدد الثقافي في المدينة. نتأمل أن المشروع يستمر حتى سنوات مقبلة أخرى ويستمر بخدمة هذه الفئة العمرية ويقدم ما هو جديد ومفيد. احنا بنستضيفكم اليوم بمرفق من مرافق أمانة عمان الكبرى جاليري راس العين لحتى نشتغل معاكم بورش فنون وأشغال يدوية. طبعا المشروع هو ورش مبادرة فنون أربعة للسنة الرابعة على التوالي، بتكون معنا الفنانة منال النشاش. المبادرة بكل سنة بتاخذ مواضيع جديدة وسلوكيات جديدة وأعمال يدوية جديدة. السنة هاي رح تكونوا معنا لتشاركونا صناعة وتعليم الفسيفساء. نحن نشتغل اليوم مع بعض على مواضيع فنية لها علاقة بالفسيفساء. هاي المبادرة احنا كلنا بنشتغل فيها كل سنة، لنا تقريبا موضوع معين بنختاره له علاقة بسلوكياتنا الإيجابية، له علاقة بطبيعتنا وبالبيئة تبعتنا. هلا احنا بدينا بمجموعة ورشات كانت لها علاقة بالرسم وبالنحت وبإعادة التدوير، وهلا هذا الجزء السنة هاي احنا اخترنا موضوع عن الفسيفساء. فكل حدا فينا اليوم بده يشتغل قطعة هو رح يكون جزء من مبادرة فنون وجزء من هاي النشاطات، ورح نكون كلياتنا زي قطع الفسيفساء. قطع الفسيفساء كلنا بنعرف ان هي عبارة عن مربعات صغيرة وبتكمل الشكل كامل، فكل واحد فينا بده يكون عبارة عن هذا الحجر اللي لما نكون كلياتنا مع بعض مجتمعنا المتكامل. فهنا هي مدينة الفسيفساء، انه كان نتنقل لمركز على الامانه، وكل مركز نستقلنا مع المدرسه هيك المنطقه جزء من التاريخ، وكل واحد فينا بيقدر انه يشارك على قد ما تكون شوي صغيره مشاركته، بس احنا كلنا بنكمل بعض ونكون كلياتنا جزء من هاي المناسبه. فاحنا هلا تعرفنا عليكم وهلا كمان شوي بس نوزع القطع رح نبدا نشتغل بمشروعنا اللي هو الفسيفساء الخزفي من ضمن مبادره فنون اربعه.
اليوم انه احنا رسمنا على القطع الطين ولوناهم، هلا بدنا نكمل الجزء الثاني انه احنا بدنا هاي الالوان اللي احنا لوناها نعملها كيف الفسيفساء الخزف. بس قبل ما نكمل بدنا هيك يعني شوي نتناقش مع بعض بكل الاشياء اللي احنا حكيناها والاشياء اللي اصلا احنا هي من اهداف شغلنا وورشاتنا. شو اسمك ميس؟ وديع. هلا وديع بده يقول لنا شو يعني الاحترام؟ احنا حكينا من البدايه عن الاحترام، مزبوط؟ طيب هلا وديع بده يقول لنا بصوت عالي عشان كلنا نسمع وديع. وديع احكي لنا ايش يعني الاحترام؟ شو بنقصد بالاحترام؟ احترم حقوق الاخرين وما نتعدى عليهم. هلا عمر انت رسمت ولونت الجزء الاول من ورشتنا اليوم، هلا بدي تحكي لي لما ترجع على المدرسه شو في شيء انت حسيت انه انت شيء جديد بالنسبه لك او استفدته وبتحب تحكي لهم لزملائك بالمدرسه عنه؟ تعلمت كيف اسوي الفسيفساء. وتعلمت انه يعني الرسم شيء حلو. بده اتقان. حلو. ولازم الانسان لما بده يرسم يركز في الرسمه. حلو، اذا حكينا عن الاتقان وحكينا عن التركيز صح؟ نحدد التصميم وبعدين بنحاول نعمل بلاطات، تقريبا كل بلاطه قد الثانيه، ما رح تطلع معنا 100% كل بلاطه قد الثانيه، بس يعني قد ما بقدر بحاول انه يكون وما بنفخ عشان الغبرة ما تطلع علي ولا على زميلي، بنزل هيك بهدوء وبرجع بكمل المرحلة الثانية. كل القطع رح تكون حلوة، يعني ما في حدا رح يقول أنت أحلى أنا أحلى، أنت زبطت أنا ما زبطت، كل واحد فينا ربنا خلق عنده موهبة وخلق عنده خصوصية بأسلوبه، هاي الخصوصية والموهبة، قديش الواحد بيكون حلو، قديش بيطلع شغله حلو، إذا كان رسم، إذا كان دراسة، إذا كان حتى بيحكي مع صاحبه أو مع زميله أو مع أخوه بالبيت، إذا هو كان روحه حلوة وأسلوبه حلو، أي شيء بيعمله رح يطلع هو عنده حلو، هلا أنا لازم احترم زميلي، مش ضروري اذا انا بحب لون معين انه هو يحبه صح ولا لا، بس انا لازم احترم انه انا بحب هذا اللون وهو بحب هذا اللون، بس